تحركات مريبة وليلة عصيبة مرت على بغداد. موعد السرايا والاتحادية بحضور الأرتال والقاذفات، المكان المطعم التركي، الهتافات المطعم ما ننطي. ضجت بها أسوار الخضراء التي حاول أنصار التيار دخولها احتجاجا على حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك. إشاعات كثيرة وتغريدات مزورة تحاول تأجيج الأوضاع، آخرها لما يعرف باسم وزير القائد تدعو لتسليم المطعم التركي ليأتي النفي عن طريق التقنية من أجل السلام بأن الإدعاء مفبرك. تداول هذا الادعاء بالتزامن مع تداول مقاطع فيديو تظهر انتشار لقطعات من الشرطة الاتحادية وسرايا السلام عند المطعم في ساحة التحرير، المقر الذي يمثل رمزا لمحتجي تشرين. لكن لماذا يتمسك به الصدريون؟ مرحبا بكم.